توزيع ما يقارب 836 حصة سكنية بمختلف السياق، بينها 491 سكنة اجتماعية، أكثر من 120 سكنة ريفية، 200 مساعدات في إطار تحاصيص الاجتماعية، بمجموع 836 استفادة عبر 4 بلديات بولاية تبسة. هذه ما هي إلا لبنة تاع مجهودات الدولة لتكفل بانشغالات ومطالب المواطنين خاصة فيما يخص السكن. عندنا 9 سنين وإحنا نستنوا ربي، هذا ونفرج علينا ربي يفرحهم إن شاء الله، فرحونا ربي يفرح. اليوم الحمد لله راني من 2007 ونستنى، اليوم الحمد لله من 2007 ونستنى، اليوم الحمد لله.